بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج كات بيكر بيقوم بان هو بيعرض ملفات الدي دبليو جي بتاعه الاوتوكاد وبيقوم بتصديرها لو انا عايز ملفات كتير بحيث لو حد عايز يشوفها ما عندوش الاوتوكاد. اول حاجه بقول له من سيستم، بختار نيو بروجكت، بقول له اد، وبختار لوح من اللوح اوبن، بختار الشكل اللي انا عايزه، اقدر اعمل زوم اوت زوم ان، واشوف مثلا لو انا عايز الموديل او اللي اوت 1 او اللي اوت 2 اقول له اوكي. تمام، ممكن اضيف اكتر من صورة او اكتر من مكان، ممكن عن طريق اليد دي برضه اتحكم في المكان اللي انا عايزه. اوكي، اضيف واحد تالتة. اوكي، زي ما انت شايف الكلام واضح. اد كده انا ضفتهم، اقول له ايه اوكي خلاص. اقدر من هنا اروح للنكست بيج، الصوره اللي بعديها واللي بعديها لو عندي اكتر من صوره. لو عايز اصدرهم اكس اي بختار التوجل، بختار اللي اكسبورت تو اكس اي. خلاص بيقول لي عايز تخليهم فين وسميهم ايه، سيف. تمام، بيسيفهم لي فعلا اهوت زي ما انا اخترت. ممكن اختار فول، شوف فول سكرين بحيث ان اشوف اللوحه كلها. زي ما انتم شايفين برنامج سهل ولذيذ، واقدر ان انا استعرض بملفات الاوتوكاد واقدر اصدرها اكس اي لو انا عايز حد يشوفها ما عندوش اوتوكاد. عمرو سليم.